العالم اليوم يتوجه باتجاه الطاقة البديلة، اللجوء إلى الطاقة البديلة ألا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط لا باعتبار؟ بالعكس يا أخي، هناك دراسات رصينة من جهات دولية مختلفة وحتى من اقتصاديين عراقيين نشرناها على موقع شبكتنا، تقول وحتى وزير المالية صرح بذلك أنه التوجه نحو الطاقة المتجددة، وهناك عزم وحزم على ذلك، تصميم من قبل الدول الصناعية الغربية إن هذا سوف يقلل الطلب على النفط وسوف يؤدي خلال 10 سنوات قادمة إلى انخفاض سعر النفط، وحتى وزير النفط العراقي أكد على ذلك، ولكنه اختلف مع وزير المالية حول المدى الزمني. وزير المالية يقول خلال 10 سنوات، وزير النفط يقول خلال 20 سنة. يعني عدا ذلك، أسعار النفط قابلة للتقلب بغض النظر عن التوجهات الحالية والملحوظة نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، وهذا ما أثبته التاريخ كما ذكرت. 50 سنة الماضية تجربة يجب أن تستقصى الدروس منها، ولذلك عوامل جيوسياسية أخرى ممكن أن تؤدي إلى انخفاض سعر النفط. والعراق منذ 2003 شاهد 3 صدمات خارجية بسبب تقلب أسعار النفط. الأولى كانت في 2009، الثانية في نهاية 2014 وفي 2015، والثالثة في عام 2020. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر السيد الدكتور بارق شبر، المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، كنت معنا عبر سكايبي من ألمانيا. شكرا جزيلا لك.